السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم في كل يوم ككل يوم، في كل مساء ككل مساء. وربي يرفع على تونس الشر والظلم والبلاء، البلاء المتوحش. مرحبا بكم أعزائي أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع مقداد، موجة أخرى إن شاء الله بالموجات السلبية التي ننقلها لكم، لكن إن شاء الله نحفر نخربش، وربي باش يعاوننا على موجات إيجابية تليق بشعبنا، تليق بتاريخنا، تليق بأمتنا، تليق بديننا، رغم العتمة والظلام والظلم الظالمين والغدارين الذين تصورناهم عمر، تصورناه عمر، تصورناه وانتخبناه في شكل يشبه موسم الحج دفعة واحدة، كانت عملية متاع هبة شعبية من كثرة الحلم اللي جانا يذكرنا بعمر. يا حسرة على عمر، يا قيس ميلوزوفيتش، والله ابكي على روحك. ما نحكيش على عمر بن الخطاب، نحكي على عمر بن عبد العزيز اللي كانت تدخل عليه زوجته فاطمة تلقاه شاد لحيته ويبكي، يبكي خايف من الظلم وخايف على الجائع وخايف على المحروم، يقول من واجبي أن أؤدي له حقه دون أن يطلب حقه. ابكي على روحك يا مسكين، ابكي على روحك يا مسكين، والله ما غدرت إلا نفسك وما شنعت إلا روحك. أكيد ثم المرض وليس على المريض حرج، ولكن ليس على المريض حرج في وضوءه وصلاته وصيامه وقيامه وحج وغيره وفي السفر وغيره، لكن ليس في أن يحكم رقاب الناس بظلم. في بالكم، في بالكم الأستاذ المحترم مهدي زقروبة لسرق فلوس الناس ولا عمل أي شيء؟ مهدي زقروبة معتصم بالمحكمة وفي إضراب جوع لأجل الحق وليس لأجل نفسه، ما عنده حتى قضية تتعلق به. خليني قبل أن أغوص في هذا البحر المتلاطم الأمواج، خليني نرحب بداية بسي عمارة الودرني الذي انضم إلينا من فرنسا، وهو يعني وهو الناشط المدني والحقوقي. مرحبا بك أستاذ عمارة، أهلا وسهلا بك أستاذ عمارة. شكرا لك. صوت، لست أدري الصوت من المصدر أم منا نحن. يب الصوت من المصدر، من المصدر. إذا 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 عندك سماعات يا أستاذ عمر، إذا عندك سماعات وفيها سماعات وفيها مايكرو باهي. نعم جيب سماعات. أوكي صابر النفزاوي، أهلا وسهلا بك يا صابر. السلام عليكم. مرحبا سي مهداد، تحية ليك وتحية للمشاهدين الكرام، ومرحبا بسي عمر. شكرا لك صابر النفزاوي. ملا سي مهدي زقروبة المحامي يقول: توضيح للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين اتصلوا بي لاستفساري أو لاستفساري عن سبب اتخاذ قرار الدخول في اعتصام وإضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة. قصر شنو؟ العدالة. والمحامي يسي علالة عامل إضرابه في حالة. يقول بخصوص ليلى جفال اللي كم تحتاج هي من الجفال، ليلى جفال كم تحتاج هي من كمية من الجفال. يقول: أولا أذنت بفتح بحث تحقيقي أول ضدي على معنى المرسوم 54 بخصوص إثارتي، هو أثار مسألة تضارب المصالح ضدها في زمن عمر المذرح، عمر المجرم. ويقول: وما نشرته على صفحتي ليست أخبار كاذبة، بل هي حقائق تكشف تضارب المصالح مع زوجها. زوج كور، زوج وزيرة اللا عدل المتعلقة به
عديد القضايا الجزائية التحقيقية والقضايا الجناحية أو الجناحية التي تدخلت وزيرة العدل لفائدته، وصدر ضده حكم جناحي غيابي منذ عام بخطية 570 ألف دينار، وتم سقوط العقاب إباش بمرور الزمن في عدد من الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات. علاش سقطت الأحكام؟ لأن المحكمة لم تقم بإدراجه بالتفتيش. سهات المحكمة جل من لا يسهو. علاش تستغربوا انتوما؟ يقول ثانيا أذنت بفتح بحث تحقيقي ثاني بخصوص تدوينه، عملت بحث فيها في حقه موضوع إعفاءات القضاة وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، يحكي بالقانون وفي القانون وللقانون، وهو محامي مجموعة من الأمنيين اللي عنده براهين وثم شهود وطلب بالشهادة متاع مستشار سعيد باش يدلي يبدلوا باش يبرأ مجموعة من الأمنيين اللي ينوبهم سي مهدي زقروبة لسمعته ولنزاهته ولكفاءته. أنا ما قابلته في الحياة إلا خمس دقائق، هكذا تقطعنا خمس دقائق، أنا لا أعرفه، لعل في بالكم. ها، طلب الشهادة متاع السيد ضيغم بن حسين اللي هو مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية الذي كان يشغل خطة مدير الأمن سابقا، الذي أدلى بشهادة هامة للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة، تنفي هالشهادة ذي ما تم توجيهه متهم من طرف توفيق شرف الدين ضد هذه الإطارات السامية. شنو اللي يكون ينوبها؟ ينوبها إذن بحكم مهنته. يعني باختصار شديد، ولا يزال وسيظل قيس سعيد، سيظل يقولكم راني أنا ما ندخلش في القضاء، أنا ما ندخلش في القضاء، أما قال للقضاء، قال راهو اللي برا واحد راهو هو شريك له. هذا يذكرني بالصعيد اللي طلع في الطائرة، فلما استوت الطائرة قالت المضيفة، قالت أعزائي المسافرين على متن الخطوط كذا، قلت لهم احنا الان على بعدي او على ارتفاع 10,000 متر من سطح الارض. قال لها السعيد يقول لي تحبي مالناش مش نهبط ونكايل وراك احنا. كذلك قيس كبير المجرمين في زمن لينين وستالين، عمر محاط بين لينين وستالين، ما لقى من الدنيا الا الاسماء هذوما، ولا حول ولا قوه الا بالله. نشوفوا قبل ما نعطي التعليق لضيفي ماذا يقول مراد المسعودي في هذا الفيديو القصير عن صناعة الخوف ومستقبل صناع أو صانعي الخوف. ورينا سمعنا. الدين عبر التاريخ يخافوا من الناس الكل ويروهم متأمرين عليهم، وعلى خاطر كاكا يبثوا الخوف في المجتمع باش يسيطروا عليه. ستالين اللي كان الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي حرص على ترويع المواطنين وأمر الشرطة باش تقبض على أكثر من 1.5 مليون شخص وتحقق معهم في الفترة الممتدة ما بين 1934 و 1939 فقط، إضافة إلى إرسال العديد من الأبرياء إلى معسكرات الاعتقال وقتلهم. لكن الخوف اللي سيطر به على المجتمع هو بيدو كان سبب في وفاته. في مارس من عام 1953 عثر عليه مستلقيا على الأرض غارقا في بوله بعد انفجار وعاء دموي في دماغه، لكن حتى حد لا تجرأ على ازعاجه ودخل غرفة نومه، وتأخرت المساعدة الطبية لأن حاشية الزعيم خافت لتتخذ القرار الخاطئ. هذا مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان الجميل. ما كل حاجة قبيحة ينجم يكون ربي كل نقمة تنجم يكون فيها نعمة. الجميل هو أن القضاة اللي كنا ما نعرفوهمش كانوا مسكرين على أرواحهم، خرجوا ولوا مع الشعب وذاقوا الظلم، متمنينهمش يذوقوا الظلم، أما باهي الآن كيف مش يتبنى جسم قضائي من جديد، من نجم يتبنى على هذه التجربة المهمة. سي عمارة مرحبا مجددا، أهلا وسهلا بك. كيفاش تشوف
كيفاش تشوف هذا الوضع المزري للمحامي الذي يعامل كحرامي؟ المحامي ولا المحامي اللي هو يتكأ عليه، يتكأ عليه الإنسان يطلب العزل، هو الآن ملقاش بشكون يلوذ، فلاذ بالجدران مقر الهيئة، هيئة المحامين، ودخل في اعتصام وإضراب على خلفية مش قضية واحدة، يعملوا له برشا قضايا باش لازم تخطف منها واحدة وتصدر فيه بطاقة إيداع بالسجن. ماذا تقول سي عمار؟ تفضل. لا أسمع الصوت. نعاود لك تسمعني الآن؟ تو تسمعني الآن؟ تسمعني؟ الآن أستمع، نعم. أي نعاود لك سؤالي سي عمارة. سيرش عاود لي سؤالي. تفضل. قلت لك المحامي الذي كان ملاذ المظلومين والمحرومين والضعاف، يستندون على كتفيه باش يحميهم من قضاء ظالم ومن خصم ظالم او يعطي رشوة او اي شيء. اليوم المحامي حاير كيف يحتمي، فلم يجد الا جدران الهيئة الوطنية للمحامين ليدخل هناك ويغلق الباب ويدخل في اعتصام واضراب جوع. نعم اخي، هي كارثة بأتم معنى الكلمة، يعني بكل المقاييس. هذا رجل منذ جاء بدأ في تدمير المؤسسات، والمؤسسة الأولى هي التي دمرها هي القضاء، لما استولى على القضاء وأعفى القضاة بقيت هذه القلعة، قلعة المحامين، صامدة شيئا ما وتدافع عن حقوق الناس، ولم ترضى حتى للقضاء ظلما. فبدأ جاء دورها الآن، وأظن أنه لن يكف عن ذلك إلا حين يجد يدا قوية تردعه، ربما تكون يد شعبية أو يد غضب بالعنف. طبعا أتحدث، هذا الرجل جاء بالدبابة، ولا أظنه سيذهب بالسياسة أو بالحوار، لأن الحوار شيء نسيناه معاه، هو لا يحاور إلا بشار وسيسي وجماعته، والمحامين أخي هم آخر قلعة سوف تدفع ثمن غاليا إذا ما تمادى الأمر هكذا، لأن هذا المنقرب لن يفهم ولا يفهم ولا يعقل ولا يسمع إلا جعجعة. كنا ننتظر منهم هبة قوية، وكأن المحامين يتصوروا أن ظلم بهذا النوع يسقط بالتقادم أو يسقط بالتدرج. هو يتدرج، هو طاغية بتاع القصر يتدرج في ظلمه وينفذ مشروعه، والمحامين في بالهم معناها يعني نصبروا ونعملوا الصيف، نصيفوا شوية ونمشوا للشطوط ونقاوموا الانقلاب إن شاء الله في سبتمبر في العودة، هكذا يتصورون على الأقل من خلال رد الفعل الضعيف اللي موجود. شنو تقول في هذا سي عمار؟ شنو تقول؟ علاش هالبرود هذا؟ مناش هالبرود هذا؟ هو في الحقيقة في مقداد لم يقع العمل أصلا بتاتا بعد الثورة على مثل هذه الأزمات، أو على الأقل توقعها. مثل هذه الأزمات كان بإمكانية المحامين من وقت من أيام فوزي بن مراد الله يرحمه، وأيام حسن الغضباني الذي أزيح بكل لطف إلى رحمه الله، وإلى العديد والقضاة الشرفاء مثل السيد مختار اليحياوي الذي كان، لكن الله يرحمه نعم لم تلتفت إليهم، للأسف الشديد لم تلتفت إليهم الثورة. الثورة تعثرت وتعثرت عثرات كان من الممكن تفاديها للأسف الشديد، وهذا عمل طويل المدى. نشوف حتى عبادة المحامين دائما فيها الأزلام من منذ زي كما هذا دربالة بودربالة دائما فيها ناس مشبوهين، يعني والشرفاء ديما تقع إزاحتهم، لأن الانتخاب عادة
أو الديمقراطية، الديمقراطية الحق تقصي من لا يؤمن بها. هذا نحن لا كنا لا لا نحن لا نقصي أحدا، نحن كنا خويان، تونس تتسع الجميع، أي جميع يا أخي، جميع. هذا الناس يحبوا يشردوكم ويقتلوكم ويرجعوكم للسجون يعني، ولا يريدون لنا لشعب تونس الحرية، ولا يريد، ولو تكلف ذلك ما كلف. قال واحد برا في اعتصام الرز بالفاكهة، قال مستعدين، هذا شوف يتحدث باسم قلة قليلة ستالينية، مستعدين نضحوا بعشرين تونسي من أجل نسترد تونس العزيزة. هذا يجب أن التسهل والتماهي والتسامح مع هؤلاء لم يكن ممكنا يعني، كانت من أكبر.